وكما عودناكم متابعينا قمنا برصد آرائكم حول القضية الأولى والتي تتعلق بنظافة المدن. من الزرقاء ومعان والكرك نتابع الآراء التالية. نظافة المدن الأردنية هي بحاجة ماسة جدا، وخاصة وهي من مسؤوليات بلديات في المملكة، وهي بحاجة ماسة، وخاصة مدينة معان بحاجة ماسة إلى الاهتمام الكبير بالنظافة. نلاحظ أن الشوارع فيه سوء في النظافة، نلاقي الحاويات يعني ما في متابعة، ما في اهتمام بالنظافة، يعني خاصة أيام الجمعة أيام العطل تلاقي الوضع سيء جدا ومزري بالنسبة للنظافة. النظافة هي قيمة اجتماعية تنشأ مع الفرد من خلال التربية البيتية والتنشأة الاجتماعية، فإذا صحت التنشأة الاجتماعية بهذا المجال فنحن سنحافظ على بلدنا. لكن هنالك انفصام في طريقة التنشأة الاجتماعية، نسمح لأنفسنا بتنظيف الدور وأمام البيوت لكن لا نسمح لأنفسنا بالمحافظة على نظافة الشوارع، وذلك من خلال عدة ممارسات احنا بنلاحظها من خلال سياقة السيارة، لما نشوف أن بعض الركاب يزلوا القاذورات على الشوارع أو بالأماكن العامة والمنتزهات وأماكن الرحلات والترفيه. بالنسبة لمعان أنا أعتبر أنه مستوى النظافة متوسط، وهذا دليل على غياب عدة شغلات. أولا الرقابة العمالية أو البيئية على نظافة الشوارع. اثنين عدم ممارسة البلديات لدورها المهم جدا في هذا المجال. ثلاثة الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية أو بالأحرى المغتربين، لأنه الانتماء يجب أن يكون يترجم من قبل أبناء الوطن.